في أطفال حظهم سيء إن أهلهم دول، وفي أهالي لازم تحاسب روحها قبل فوات الأوان. مين دول؟ دول اللي ما حضنوش واللي ما شجعوش، اللي ما علموش واللي ما سندوش، اللي ما احترموش عيالهم لوحدهم أو حتى قدام الناس، اللي كانوا بيهنوهم باستمرار، اللي كانوا بيفضلوا عليهم أي حد ولو حتى ولاد الجيران. دول اللي كانوا بيضحكوا في وشوش الناس الغريبة ومع أولادهم تكشيرة والعبوس. دول اللي ربوا جوا أولادهم الخوف. دول اللي معرفوش يطلعوا لنا ابن يكون في المستقبل زوج صالح وابنة تكون زوجة صالحة. دول اللي حشروا مناخيرهم في حياة ولادهم بعد الجواز وخربوا بيوتهم. دول اللي خلوا ولادهم أقل من كل اللي حواليهم. كان ممكن تعملوا الأحسن لولادكم، ده ما كانش محتاج منكم فلوس، ده بس كان محتاج طيبة وحنية نفوس. ورسالتي لكل أب ولكل أم، خلوا بالكم من عيالكم، واوعوا تخلوهم يشحطوا الحب والاهتمام من الناس. حبوهم، احضنوهم، شجعوهم، خلوهم لما يكبروا الناس تفتخر بيهم، وانتوا كمان خليهم يفتخروا ان انتوا اهلهم. يا كل اب ويا كل ام، ارجوكم فوقوا قبل فوات الاوان. اتفهم حبكم ليهم، بس حبكم مليان قسوه، مليان قله حنان. من كتر خوفكم عليهم من الانحراف نسيتوا ان انتوا كده بتدفعوهم للانحراف. بتملوا نفوس الصغار بالألام، تتحول عقد نفسية عندهم وهم كبار. وتطلعوا ولاد عدوانيين عليكم وعلى الغير، أسوتكم بتخلق فيهم العقوق. اصلحوا من تربيتكم لولادكم، ربنا يرزقكم الرحمة والرأفة بيهم، ويبارك لكم فيهم ويوفقكم في تربيتهم على البر والتقوى بإذن الله. وشكرا، شكرا لكل أب ولكل أم عرفوا قبل ما يخلفوا يعني إيه تربية العيال، فربوا ونجحوا وجابوا للمجتمع ولنفسهم أحسن عيال.